أعزائي الطلبة أسعدتم صباحا. قدمنا محاضرتين سابقتين عن الفكر الشرقي القديم. المحاضرة الأولى كما تعرفون هي محاولة للتعريف بموضوعة الفكر الشرقي وبمحتوياته، والمحاضرة الثانية كانت عن الحضارة العراقية القديمة وتقسيمات الحضارة القديمة، ومررنا على الحضارة السومرية والحضارة البابلية والحضارة الآشورية. ومن ثم اليوم يعني سنحاول أن نعرج على موضوع نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للفكر الشرقي وعلاقته بالفلسفة. كما هو معلوم أن الحضارات القديمة هي تسمى إلى حدود كبيرة بحدود كبيرة حضارات أسطورية، وبالتالي نعتقد أننا لابد لنا من التعريف بالأسطورة وبمعنى الأسطورة و سمات الفكر الأسطوري حتى نستطيع أن نجعل هناك مقارنة بين الفكر الأسطوري والفكر الفلسفي. الأسطورة كما هو معروف هي نستطيع أن نقول أنها تاريخ وحكاية عن حياة الشعوب القديمة، ولكن هذه الحكاية تتحرك بين الواقع وبين الخيال. هو لها أصل واقعي ولكنها ولا تفقد صلتها بالواقع، ولكنها تتحرك في إطار تبني رؤى خيالية لشخصيات هي داخل الأسطورة. المشكلة التي هي موجودة في داخل الفكر الأسطوري أنه يعني لا يمكن أن يخضع يعني لما يمكن أن نسميه في الفلسفة التحقق العلمي أو التحقق التجريبي من مصداقية القول الأسطوري، ولكنها هي يعني مجموعة ألواح أو مجموعة قصص حكايات سميها ما شئت وجدت في حضارات كل الحضارات القديمة، ولكن بما أننا نتكلم عن الحضارة الشرقية القديمة فبالتالي هو موضوعنا. فوجدت مجموعة من الملاحم ومجموعة من الأساطير تتحدث عن حياة الشعوب القديمة وإنجازاتها وعمرانها، بعضها سجلت على مسلات، بعضها سجلت على رقم طينية، بعضها سجلت على ألواح طينية، بعضها سجلت على الجدران اللي هي للبنايات الموجودة، البنايات الأثرية التي وجدت والتي لا زالت كثير من معالمها لا سيما في الحضارة العراقية القديمة والحضارة المصرية أو الفرعونية القديمة. ما يميز الفكر الأسطوري أنه فكر كما قلت هو يحمل في طياته من سماته طبعا أنه يعني يحمل في طياته تاريخ، لأننا لا يمكن أن نعرف تاريخ حضارات الشعوب. واحدة من الوثائق التي يمكن لنا أن يعني نستفيد منها بمعرفة تاريخ وحضارات الشعوب هي الأساطير التي وجدها الآثاريون، وبالتالي يعني قيمتها في أنها تخبرنا عن عادات وحياة وتقاليد الشعوب. وفي الوقت نفسه هي فيها ذا طابع أدبي، وذا طابع أدبي كثيرا ما في الأدب يعني وحتى في أدبنا الحالي نجنح إلى الخيال، يعني يكون خيال الكاتب هو الذي يضيف لموضوعة الحدث. ولربما لو أخذنا حدث اليوم يحصل يعني حدث جلل مثلا مثل الزلزال الذي حصل في أيامنا هذه أو انفجار لا سامح الله يحصل وشاهده مجموعة من الناس لنفترض 5 أشخاص، فهنا ستكون لدينا أكثر 5 حكايات، لأن ذات الفرد هي التي تتحكم في كيفية نقل الرواية وفي كيفية التحقق، ولا يمكن التحقق من مصداقية هذه الرواية إلا بعد إجراء المسوحات اللي هي طبعا اليوم تخضع لمجال العلم، ولكنها في الثقافة في الحضارات القديمة لا يوجد هذه المقاييس التي هي موجودة اليوم في أسباب حصول الكوارث أو في أسباب حصول أو في أسباب تحولات يعني سقوط حضارة ونشوء حضارة أخرى. ولكن ما ينفع في الفكر الأسطوري هو أنه في مجال يعني تصوره أنه أدب
أنه كما قلت أنه يجنح إلى التخيل ويجنح إلى الخيال، فبالتالي يبني لدينا رؤية في الشعر، ويبني لدينا رؤية في بناء الحكاية سواء الحكاية التاريخية وحتى حكاية طبيعية، لأنه نوع من أنواع السرد كما يقال. أيضا في الأسطورة يعني هي يمكن أن نقول أنها حكايات الشعوب، حكايات الشعوب يعني بمعنى آخر أنه لم يكتبها شخص بعينه أو بمفرده، ولكنها تراكمت عبر تاريخ هذه الحضارة التي نتحدث عنها، سواء كانت الحضارة العراقية القديمة مثلا أو الحضارة المصرية أو الحضارة الصينية أو الحضارة الهندية وكل حضارة، حتى بما في ذلك الحضارة اليونانية القديمة أيضا لها أساطيرها، وكما قلت أن هذه أساطير الحضارة اليونانية تأثرت بأساطير الحضارات القديمة، ولا سيما حضارة العراق وحضارة مصر القديمة. هذا الجانب اللي هو الأثر والتأثر جعل من يعني الحضارة العراقية القديمة وحضارات القديمة الشرقية يعني التي هي موضوعنا كما أؤكد على ذلك، تكون حاضرة في الحضارة اليونانية، ورغم إنتاجها كما قلت إنتاجها الفلسفي، ولكن قبل أن تدخل في مجال يعني هناك ما نستطيع أن نقول أن نسميها أو ما يسمى في تاريخ الفلسفة، الفلسفة ما قبل طاليس والفلسفة ما بعد طاليس، الفلسفة ما قبل طاليس كانت فلسفة، الفكر عفوا قبل طاليس كان فكرا أسطوريا، وما بعد طاليس هو لم يفقد بعده الأسطوري، ولكنه دخل في إطار محاولة يعني جعل العقل الإنساني هو الأكثر يعني فاعلية في يعني محاولة تفسير الطبيعة وفهمها من خلال الملاحظة والتجربة والاعتماد على طاقات العقل البشري، وليس على الاعتماد على طاقات خارقة كما هو الحال في الفكر الأسطوري. ما يمكن أن نقوله عن الفكر الفلسفي وفي مقارنة مع الفكر الأسطوري أن الفكر الفلسفي يميل إلى النقد، يعني واحدة من سمات الفلسفة هو الميل للنقد، أما في الفكر الأسطوري كما تعرفون هو ليس فكرا نقديا بقدر ما هو فكر يحاول أن يجد تفسيرات للوجود أو لأسباب وجود العالم عبر الاعتماد على قوى خارقة، كما قلت أن في الأسطورة مثلا يعني وينبغي من عناصر تكوين الأسطورة أنها أبطالها إما آلهة أو أنصاف آلهة، وهنا تختلف عن الخرافة. الخرافة عادة ما تكون أبطالها ليس آلهة وليس أنصاف آلهة، ولربما تكون في الخرافة حكايات هي طبعا مغادرة للواقع، أي أن الفكر الأسطوري أو ما جاء في الأسطورة عادة ما يكون له صلة بالواقع، أما ما يأتي في الحكاية الخرافية فهو خارج منطقة الواقع، ولربما يغادر للواقع بمسافة واسعة. فلو أضرب لكم مثالا على علاقة الأسطورة بالواقع، لو أخذنا مثلا الثور المجنح في الحضارة الآشورية العراقية القديمة، طبعا هو الثور المجنح هو يعني في الواقع يوجد ثور، ولكن في يعني أن هناك ثور مجنح هو هذا البعد الخيالي الذي أضيفه في الفكر الأسطوري للثور، فلربما كان به المقصود أنه القوة والسرعة في يعني المرام منه أن الثور يمتلك القوة ويمتلك الطاقة الهائلة في المواجهة، ولكن وأضيفت له فكرة أنه مجنح أنه له القدرة على التنقل وله السرعة في الانتقال من مكان إلى مكان. فهذا أما في الحكاية الخرافية يعني تكون هناك لربما حيوانات هي لا وجود لها واقعي، يعني عناصر تكون الحكاية الخرافية،
وتبتعد بشكل أو آخر عن الواقع وتعيش إلى حد ما في الوهم وليس في التخيل. هناك فرق بين الوهم والتخيل. الحكاية الخرافية تعيش في الوهم، وهناك الحكاية الشعبية. الحكاية الشعبية هي لا ليست يعني لها أيضا صلة بالواقع، ولكنها عادة ما وأيضا لم يكتبها فرد بعينه، ولكنها يعني ليس أبطالها آلهة أيضا، وليس أبطالها أنصاف آلهة، وإنما هي حكايات تراكمت عبر أيضا تاريخ الشعوب، وهي تميل إلى العبرة في أن يعني نصنع حدثا يسمعه الصغار ويسمعه الكبار لكي نبني من خلاله رؤية أخلاقية قيمية، ولربما رؤية أحيانا في علاقات الإنسانية بشكل عام. ما نعرج عليه أيضا هو موضوعة الفلسفة. الفلسفة هل خرجت من يعني من هيمنة الفكر الأسطوري برمته أم لا؟ أنا أعتقد أنها لم تخرج عن هيمنة الفكر الأسطوري برمته، وإنما بقيت فيها كثير من عناصر الفكر الأسطوري. ولو عدنا لكتابات طاليس لوجدنا فيها بعض الإشارات للفكر الأسطوري، ولو عدنا لكتابات الكبير أفلاطون لوجدنا فيها أيضا البعد الأسطوري، ولكنها أعطت مساحة كبيرة لحضور العقل وفاعليته، وبالتالي هي خلصت الإنسان من تبعيته ومن تفسيراته للوجود على أن الوجود هو فقط مجموعة من يعني يتكون بإرادات مجموعة من الآلهة المتعددة، وإنما هي بحثت في الأصل الواحد للوجود. وكما يعني تعرفون أو كما قرأتم في المراحل الإعدادية أن هناك ما سمي بالفلسفة الطبيعية التي حاولت أن تبحث عن أصل الوجود بوصفه بأن له أصل واحد. ولذلك يكون في الفكر الأسطوري نوع من أنواع عدم ربط السبب بالمسبب، أو كما نقول عدم ربط العلة بالمعلول. أما في الفلسفة فالفلسفة تميل إلى ربط العلة بالمعلول أو السبب بالمسبب، ولا نفسر الحوادث إلا وفق تراتبها المنطقي، أو ما تقتضيه الملاحظة والتجربة، أو ما يقتضيه الاستدلال البرهاني. أيضا هناك عنصر ذاتية فاعل في الفكر الفلسفي، والفيلسوف يصنع فلسفته، ولكنه يعني المدون الفلسفي إذا شئنا يعني إذا جاز التعبير، التدوين الفلسفي وتدوين يمت بصلة لشخص معين وشخص الفيلسوف ورؤاه واستنتاجاته العقلية. أما الفكر الأسطوري فهو لا يمت لنتاج شخص معين، وإنما يمت إلى نتاج حضارة طويلة الأمد، ولكن يبقى هناك يعني ما يخدم في الأسطورة هو ما يخدم الفلسفة في الأسطورة، وهذا البعد ما أستطيع أن أسميه المخيالي الذي يضيف إلى العقل جنوحه نحو محاولة يعني إعطاء مساحات أوسع للتأمل العقلي لعله يكتشف أشياء. ولو شئنا لضربنا أمثلة في مجالات الخيال العلمي ويعني أفلام الخيال العلمي، وحتى لو أخذنا مثلا الموبايل أو الثورة التقنية، الثورة المعلوماتية أو ما يسمى بالإنفوميديا اليوم، هو هذه كانت هي ضرب من ضروب الخيال، ولكن العقل العلمي الذي هو أقرب للعقل الفلسفي جنح إلى الخيال، وبجنوحه إلى الخيال أنتج لنا هذه النتاجات التي هي اليوم لولاها لما اليوم سجلنا هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم، وأراكم بخير وإن شاء الله على حلقات قادمة.